ملف المنشطات لا يزال يلقي بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية الجارية في ريو دي جانيرو. يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه اليوم مسابقة ألعاب القوى. الأسطورة والعدو الأمريكي السابق كارلوس اعتبر أن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو يسعى إلى تكريس رياضة نظيفة. وقال كارلوس: أعتقد أن الأمر معقد، إلى أن سيباستيان كو على علم بذلك، وأعتقد فعلا أنه يسعى إلى أن تكون هناك رياضة نقية، ولهذا فسيتم اتخاذ مجموعة من الخطوات، والجميع يريد رياضة نقية، وأعتقد أن سيباستيان كو هو قائد كبير للقيام بهذا. وبشأن الجهود الرامية لمكافحة المنشطات، قال كارلوس والذي كان قد فاز بعشر ميداليات ذهبية في أربع دورات أولمبية، قال: في الحقيقة يجب أخذ موقف والتنديد بالمنشطات، إن كنت أوسين بولت أو أليسون فيليكس أو أي أحد آخر، لكن من يأخذ هذا الموقف؟ هذا هو السؤال. وإذا أردت أن تتصدر هذا الأمر يجب أن تلتزم به، ويجب أن تتحمل الانتقادات كما فعلت أنا من أجل جعل رياضة احترافية ووقف المنشطات، لكنني أشجع الرياضيين فعلا على أن يتخذوا موقفا من هذا الأمر بالرغم من الصعوبات، وسيكون هذا الأمر جيدا إذا تم فعلا. وعن تكهنته بشأن من سيفوز بسباق 100 متر وهل يعتقد أن الجامايكي أوسين بولت هو الذي سيفوز به، أجاب كارل لويس قائلا: لم أقم أبدا بالتكهنات ولن أبدأ ذلك اليوم. Okay, thank you very much.